كلام كتير اكيد في حاله من الفوز، لسه مستمرين في الفرحه بالمنتخب اللي قدر يقول ان مصر كل يوم بتطلع رجاله قادرين على تحمل المسؤوليه، بيبسطوا وبيسعدوا مصر. وبقى عندنا جيل جديد من الشباب، جيل جديد من اللعيبه اللي هنقدر ان شاء الله نحقق بيهم يعني الفوز زي ما بنقول كده بالبلدي، فاضل على الحلو تكة. فوز وانتصار هام لمنتخب مصر على أسود الأطلسي في دور الثمانية لبطولة أمم أفريقيا، وبكده مصر تخطت فريقين من المصنفين في الترتيب الأول، وبإذن الله هنفوز في المباراة، مباراة الكاميرون يوم الخميس اللي جاي بإذن الله بفضل مجهود اللعيبة وبفضل طبعا يعني ربنا في الأول والآخر ودعاء المصريين. إن شاء الله هنحقق النصر، إن شاء الله هنفوز، لكن دلوقتي هنحلل اللي حصل امبارح في يعني حالة كده من حالات المتعة كنا قاعدين بنتفرج عليها على مدار 120 دقيقة. هنحلل اللي حصل امبارح مع الأستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي. صباح الفل. صباح الخير. يعني في البداية عاوز أعرف بقى، شفت الماتش إزاي؟ شفت التغييرات إزاي اللي لعب بيها كروش اللي امبارح يعني بصراحة قدم أوراق اعتماد جديدة ليه؟ نقول بقى ما حدش يطالب خلاص انه يمشي خلاص كده يعني اي حد شكك وقال لا نمشيه، لا ده مش قادر، ده مش عارف هو بيعمل ايه، الناس اللي كانوا بيقولوا البطوله العرب لا هو ما قدمش فيها بشكل حلو، لا النهارده اثبت ان هي مش ببطوله العرب، لا هو النهارده اول البطوله او اللي حصل على البطوله خرج من الدور الاول، احنا كملنا الحمد لله. بص يمكن ده امبارح انا كنت بشوفها بنفس الشكل بتاع 2017 كنا بنواجه المغرب برضو في مباراه قويه جدا. البعض كان بيتكلم زي ما انت بتقول كده، برضو كوبر ما كانش حاصل على يعني اعجاب كبير جدا بالاداء بالشخصيه صحيح، لكن كان المنتخب المصري بيأدي بنفس اللعيبه تقريبا بنفس القماشه بنفس الشخصيه اللي كان بيشتغل عليها، وقدرنا ان احنا نعدي المغرب برضو بجون واحد حطوا كهربا في اخر دقيقه ووصلنا للمباراه النهائيه. حس ان التاريخ بيعيد نفسه، نفس الاجواء يعني. يمكن انا من بدايه البطوله بتكلم من ساعه من بعد ما اتغلبنا من نيجيريا قلت لهم نفس اجواء 2017، نفس الاداء، نفس التطور بتاع المنتخب، نفس القدره بتاعت اللعيبه على انها تجمع نفسها، نفس ما لجأنا في ساحل العاج لنفس الشكل الطريقه اللي احنا كنا بنلعب بيها اللي هي تحفظ دفاعي مع تدين المساحات مع باص صلاح وانطلاقات صلاح وقدراته، كان نفس الشكل ده اللي احنا كنا بنأديه. احنا مش مهم عندنا ان انت تأدي اداء مذهل بقدر ما تأدي اداء يرجع شخصيتك تاني وتقدر تحصل من المباراه اللي انت عايزه. امبارح الماتش قوي جدا بانك بتلعب المغرب، مش بتلعب صحيح. فرقه افريقيه عاديه، دي فرقه من شمال افريقيا وفرقه قويه وعندها نجومها، لكن المفاجاه بالنسبه لي ان المغرب نسخت الطريقه بتاعتنا مع ساحل العاج. انا كنت متوقع ان احنا اللي هنفضل على نفس التحفظ الدفاعي مع هجمات مرتده ونقدر بانطلاقات صلاح ومرموش نقدر نهدد مرماهم، لكن فجاه بعد الجون الاولاني اللي هم دقيقه 6 بدا هو يتراجع دفاعيا، يعني فجاه لقيته بيتحفظ بيغلق المساحات بتاعته بيلعب على هجمه مرتده. طب لما تيجي تلعب على هجمه مرتده مع منتخب كبير زي منتخب مصر لازم تاديها بشكل كويس. شايف البلانتي ده تحديدا اللي حضرتك بتتكلم عليه كان في خطا في ايمن من عند ايمن اشرف؟ لا 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 خالص، اي مدافع لازم يعمل محاوله انقاذ. اي مدافع طبيعي، واي مدافع في المنطقه دي بيحاول دايما يحصل على الكوره، فحكيمي لعيب سريع، فاي تاكلينج انت هتعمله في المنطقه دي قد يعرض اللاعب المندفع اللي هو المهاجم اللي هو يقع او تخبط في رجله ما دام ما حصلتش انت على الكوره، فما بيعتبرش خطا من ايمن اشرف، دي وظيفته. اي مدافع وظيفته انه يعمل انقاذ. جاء بقى رجله ما جاتش في الكوره، ما لحقش، حكيمي زقها قبله، فرجله خبطت بالظبط. فديت مش يعني هو هنا مش هيقدر يشيل رجله، انه اولا هو في حاله تاكلينج يعني نازل على الارض، فما يقدرش يرفع رجله عن حكيمي، حكيمي قدر يزق الكره لانه لاعب سريع، فخلاص لازم رجلك هتروح. يعني لو كان محمد عبد المنعم او كان حتى حجازي او كان احمد فتوح اي مدافع في اللحظه دي او حتى لو محمد صلاح بيدافع مش هيقدر يعمل اللي عمله ايمن اشرف. فبالتالي حتى ضربه الترجيح او ضربه الجزاء اما تجيلك انت، ده في سيناريو المباراه اللي هو بيحطها بقى. طب انت رايك ان ضربه الجزاء اصلا صحيحه ولا لا؟ صحيحه. هو هنا الحكم الحاجه الوحيده الحاجه الوحيده اللي حسبها، لكن هو
ما وفرش الحمايه للعيبه المصريه. ازاي بقى احكي لنا؟ يعني رايك في اداء التاكلينج كان كبير قوي عليهم، اللي الداخله على الرجل، الاصابات، يعني معدل الخطر اللي كان على لاعبتنا كتير. حتى محمد صلاح تعرض لكذا مره ان هو يدوس على رجله، العنف اللي كانوا بيستخدموه كتير، فما وفرش الحمايه لينا. ووظيفه الحكم انه يوفر الحمايه للاعبين، ما يسمحش بالعنف الشديد والدخلات الشديده. وبعدين هو كان احيانا يعني اللاعب ما بقاش، ما حدش جه جنبه ويحسبها عليك، فازاي في حين ان انت مثلا يبقى اللاعب داخل مع حد من عندنا بقوه شديده جدا وما يحسبهاش. فهو ما وفرش الحمايه للاعبين المصريين بشكل واضح. لكن ضربه الجزاء، لا ضربه الجزاء احنا كلنا واحنا قاعدين دي ضربه جزاء، ما حدش يقدر يتكلم فيها. واكيد كان في عامل نفسي طبعا بيضغط شويه على اللعيبه، يمكن احنا كجمهور كنا قاعدين بنتفرج واول ما شفنا ضربه الجزاء كلنا خفنا. في وجهه نظرك النديه دي اللي احنا بنشوفها دايما من يعني ما بين لما ندخل في مواجهه مع شمال افريقيا، هل المنتخبين الاثنين كانوا خايفين من بعض بنفس الدرجه؟ اه طبعا الاثنين كانوا عاملين حساب بعض جدا. المغرب، انا بقول لحضرتك المغرب فاجئتنا ان هي بدات تتحفظ دفاعيا بعد الجول. يعني انت جبت جول في الدقيقه 6، احنا مفترض ان في لو انت مش خايفه من الفرقه اللي قدامك وعامله حسابها. وعلى فكره المدير الفني المغربي ما هو قال ان عندهم لاعب يقدر يغير النتيجه في اي وقت، اللي هو بيتكلم على محمد صلاح بشكل منفرد. يعني في المؤتمر الصحفي اللي هو قبل المباراه اتكلم بوضوح جدا عن دور محمد صلاح، انه عامل حسابه ان هو محمد صلاح هيبقى ده عامل الخطر في المنتخب المصري. اثنين، عامل حسابه ان هو ما يضيعش كور كتير، وده اللي هو ما قدرش ان هو يتحكم فيه. فبعد ما تجيب الجون في الشوط الاولاني، المنتخبات اللي ما بتبقاش عامله حساب المنتخبات اللي قدامها بتبدا تعمل محاولات اكتر عشان تجيب الجون الثاني والثالث، لان هو خلاص هو مفترض ان هو وقع المنتخب اللي قدامه بسبق الجون في الوقت المبكر ده. لكن صحيح، هو عمل المنتخب المصري عارف ان هو منتخب قوي بيقدر يستعيد نفسه بسرعه، بيقدر ما يتهزش من الاجوان اللي بتيجي في الاول، فبدا يتحفظ دفاعيا، مدي فرصه كمان للمنتخب ان يعني لعبتنا ان هي تبدا تضغط عليه ضغط عالي وتبدا تضغط عليه اكتر وترجعه عن المناطق بتاعتنا. وده اللي حصل في طول الشوط رغم التوتر اللي كان موجود في اللعيبه. يعني اللعيبه امبارح خلينا يا استاذ طارق نروح لفكره، يعني الجول اللي جه في الدقيقه 5 من عمر المباراه ده كان لمصلحتنا ولا كان ضدنا؟ لا في المباراة دي كان لمصلحتنا، يعني خلى المغرب يتحفظ بقى ويبدأ يلعب بسرعة. خلاص انا فزت، هو خدم منتخب مصر بانه ايه تحفظ دفاعيا، وكمان ما قدرش ينجح. انت ما اديتوش الفرصة، يعني بأداء فتوح وأداء عمر كمال عبد الواحد وأداء حجازي وحتى محمد عبد المنعم اللي هو الدفاع بتاعنا، ما اداش الفرصة انه يعمل هجمة مرتدة بشكل كويس اللي هو كان عايزها. بمعنى ان انت رغم ان انت بتضغط الثلاثه اللي قدام محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد بيضغطوا ضغط عالي، لكن نني وعمرو السوليه وايمن اشرف في وجودهم في الخط ده ما اداش مساحات ان هو يعمل الانطلاقات اللي هو عايزها. فاداك بعض ان انت ترجع، بس كان لازم تبقى هادي. الهدوء اللي بيحصل ان انت بتبقى مقسم المباراه، اللي هو بقى دور المدير الفني. أنا بابا مقسم يعني الناس كلها استغربت في الأول لما كيروش قال أنا هاخد معايا أربع حراس للمرمى، لحظة إصابة يعني أبو جبل الناس كلها حطت إيديها على قلبها أن محمد صبحي نزل، لكن هو سد. فهل نقدر النهاردة نقول أن المنتخب كسب لعيبة جداد صغيرين في السن؟ آه طبعا. محمد عبد المنعم 25 سنة ومدافع، ومع ذلك في ماتش ساحل العاج بيتصدى لضرب الترجيح. ده شخصية لاعب. اثنين امبارح محمد عبد المنعم تحديدا قطع امبارح الكرة 18 مرة من الجول اللي جابه محمد صلاح. نفس التمركز في ماتش السودان، بس في ماتش السودان هو حط الكرة بنفس المنطقة دي، في الكرة دي حارس المرمى المغرب صدها جت لمحمد صلاح. فبالتالي التحرك بتاع اللاعب وشخصيته، انت كسبتي لاعيبة جديدة، حتى اللاعيبة القديمة محمد النني، تطور محمد النني من ماتشات المجموعات، رجعنا تاني اللعيبه القديمه بتاعت المجموعات لماتشات زي ساحل العاج زي امبارح، في الاداء بتاعه في الدور الدفاعي اللي هو بيقوم بيه، الدور الهجومي اللي هو بيقوم، التطور ده احنا بنستعيد لعيبه بشكل تاني. مثلا الاحمال البدنيه اللي انت لعبت مباراتين في حمل يعني بدني كبير جدا، ماتش مع ساحل العاج
وقت اضافي، ضربات ترجيح، ماتش امبارح وقت اضافي. مصر ارتاحت يوم اقل من المغرب، المغرب ارتاحت يوم زياده عندنا كمان، وراجعين من ماتش لاعبين في 120 دقيقه، هم لاعبين 90 دقيقه. اللعيبه نفسها ما تحسيش ان في اجهاد بدني عليهم، اللعيبه نفسها ما اشتكتش. كمان الايجابيه اللي حصلت بعد الجون، انت سددتي على المغرب اكتر من 3 تسديدات متقنه، يعني الحارس المرمى بيطلعها. فكل الايجابيات اللي احنا بنتكلم عليها، ان هو تكسبي لعيبه جديده، تكسبي قدرات بدنيه، ان انت تلعبي ماتشين نهائيين في اسبوع واحد او 4 ايام، ماتش يوم الاربعاء وماتش يوم الاحد، وهنلعب تاني نهائي يوم الخميس مع الكاميرون. واحنا بنتكلم على الاداء، يمكن حضرتك اتكلمت على فكره محمد عبد المنعم، وكلمنا على دوره المحوري وازاي قدر فعلا يصنع فارق خطير يعني. كمان برضو ما حدش يقدر يغفل دور محمد النني. لا، محمد النني كمدافع، يعني انا بتكلم على الدفاع كان عظيم في ماتشين مهمين، بيقوم بدوره في الدور الدفاعي، يعني بيساعد عمر كمال عبد الوهاب. انا بس عايز اتكلم على حته ايه، قماشة اللعيبه اللي معاك، اللعيبه واجتهادها في الملعب وقدرتها على ان هي، يعني دور محمد صلاح ككابتن وكقائد، ان هو يلم كل اللعيبه دي ويبدا يبقى في حاله من الايجابيه وحاله من الاجتهاد وحاله، يعني سيبك من العصبيه، يعني النني حتى امبارح مشاور الحكم، اشاره الحكم طبعا كنت يعني ده فيها ممكن كان يطرده لانه حكم عصبي من الاول، لكن احنا بنتكلم على ايه؟ ازاي تهدي لعيبتك، ازاي تشتغل. محمد صلاح تحديدا لما كان في اصابه وراح لكروش عشان ياخد منه التعليمات، لقطة وكان في لقطه كده بيتكلم معاه وحاطط ايه كده بيتكلم، حتى محمد عمل انا هقول له كده فبدا تجميع اللعيبه والايجابيه اللي كانت على مرمى المغرب وقدرتك على الضغط عليهم ديت ما بتبقاش سهله، لان القماشه اللي معاك قماشه حلوه. القماشه دي اللي احنا بنتكلم على قماشه اللعيبه، قماشه المنتخب نفسه، قدرته على انه يتطور من ماتش لاخر، قدرته ان هو يبقى ند لكل المنتخبات. احنا بنتكلم على منتخب فاز بالبطوله دي 7 مرات، ومنتخب كبير مش منتخب صغير، منتخب ليه قدراته وليه اداراته وليه قدرته ان هو يرجع بالماتش ازاي ويعالج اخطائه ازاي. انت في ماتشين اتنين عالجت كل الاخطاء اللي كانت موجوده في المجموعات، دقة التمرير بتاعتك، دقة السيطرة على الكورة، قدرتك على صنع الفرص، قدرتك على ان انت تعالج بس التسديد على المرمى من كور كانت كلها خارج ال3 خشبات لكور داخل ال3 خشبات، دي تطور مهم جدا في المنتخب المصري. انت بعد الجون شط على المغرب اكتر من 4 تسديدات. اول تصريح لكروش اتكلم قال لك ايه، يجب ابلاغنا بما يحدث للحكام عندما يكون لديهم مباراة غير عادلة. شفت التصريح ده ازاي؟ ما بص، الحكم السنغالي اللي جاء، احنا حاولنا نعمل نوع من يعني الضغط، وحذرنا من حته الحكم السنغالي وازاي يبقى حكم لمباراه المغرب مهم زي كده، واحنا عندنا مباراه مع السنغال في شهر مارس، دي فاصله في كاس العالم، كمان السنغال موجوده في البطوله، واحنا ممكن نقابلها في النهائي مثلا، يعني لسه التنافس موجود. دور الاعلام المصري ودور كابتن عصام عبد الفتاح، واتكلمنا ازاي كابتن عصام انت موجود في لجنه التحكيم الافريقيه وسايب ده يحصل، ما بتضغطش ليه؟ ما بتتكلمش ليه؟ ما بتقولش لا؟ ما يعني ازاي ان احنا نبقى موجودين وفي نفس الوقت سايبين الامور؟ مع كل احترامنا للكاميرون، لكن من هنا لحد يوم الخميس الاعلام المصري ليه دور في الضغط على لجنه الحكام في افريقيا، كابتن عصام عبد الفتاح ليه دور في الضغط على لجنه الحكام في افريقيا، المهندس سالم بريده ليه دور في الضغط على لجنه الحكام في افريقيا، المهندس احمد مجاهد اللي موجود هناك وعضو اللجنه العليا ليه دور في الضغط على الحكام، على لجنه الحكام في افريقيا لوجود حكم ما يعرفش الكاميرون، لان احنا هننافس الكاميرون كفريق، هنلعب عاوز حكم محايد، لا ضد الارض وضد الفرقه وضد الجمهور وضد الحكم، 4 حاجات قدام المنتخب المصري يوم الخميس. لسه في مساحات هتتعمل ايه؟ ولسه في مساحات هتتعمل، والمساحات في تخوف برضه منها، حتى المساحات احنا مش قلقانين منها. ليه؟ لان الاجراءات المتخذه، وكل الحمد لله كل مره بيطلع الفريق المصري ما عندناش حالات، لكن احنا بنتكلم على ايه؟ لو هنلعب مع الكاميرون يوم الخميس كوره هنقدر نعدي. نعم. لكن انت بتتكلم في ضغوطات ثانيه بنمر بيها للاسف. بالظبط، احنا اختارها الحكام، اختارها ان الاعلام، بص الاعلام المصري بدل ما كان ينشغل في فتره كروش وعقد كروش والكلام ده كله، كان يجب ان هو يبقى زاخم
ورا الفرقه وبيتكلم على الصعوبات اللي بتقابلها. طب خليني اكلم بقى حضرتك عن الصعوبات، لازم ده دورنا في الفتره الجايه، وبنتكلم عن المباراه الجايه شايفها ازاي، توقعاتك ليها مع الاصابات الكتيره اللي عندنا. لا احنا حته الاصابات اللي موجوده زي ما انت قلتي كده على محمد صبحي، عوض وجود ابو جبل، يعني ابو جبل اتصاب، ابو جبل عوض وجود الشناوي، محمد صبحي عوض ابو جبل، ومحمد صبحي كحارس مرمى شاب عنده القدرة امبارح وهو نازل حالته النفسية والبدنية واستعداداته وانه بيلعب قدام فرقة كبيرة. تفتكر الشناوي يلحق يرجع تاني؟ الشناوي مش هيقدر يلحق الماتش ده، لكن حتى لأبو جبل ممكن يلحق، لكن لو محمد صبحي هيبقى قدها وقدي المسؤولية. ما بتقلقنيش قوي قدرة اللاعبين المصريين على تحمل المسؤولية في الأوقات الصعبة، لكن اللي بيقلقني العوامل الخارجية. يعني لو احنا هنقابل الكاميرون ككرة بالمستوى بتاع المغرب، مستوى ساحل العاج، احنا نقدر نعديها. لكن في نوع من انواع التحفيز، شفنا الحضري يجري على محمد صبحي وحضنه. التجهيز نفسه، التجهيز النفسي بالنسبه للاعبين المصريين في الوقت، دايما الشخصيه بتاعتك بتظهر في وقت الازمه او في وقت اللي هو بتحس ان انت هتخسر فيه مباراه، فبتحس بشخصيه اللاعبين بقى اللي هو قدرات محمد صلاح. حتى محمد عبد المنعم مجرد ان هو ارتكب خطأ مع حكيمي في منطقة ال 18 وهو عارف ان حكيمي بيسدد كويس، بدأ يأنب نفسه بطريقة ان هو منفعل على نفسه، زي اعمل خطأ زي كده، بما انه برضه ده طبيعي كمدافع، لكن هو احساسه وتحمله مسؤولية، وده شاب عنده 25 سنة صغير أول مرة يلعب بطولة بهذا الشكل. فهنا الشخصية المصرية والقماشة اللاعبين وقدرتهم على قيادة المباراة بشكل جيد، احنا عندنا نبقى اقوى من الكاميرون. لو في الكورة احنا اقوى من الكاميرون. اخر حاجة ناخدها من حضرتك بقى، توقعاتك ايه للمباراة اللي جاية؟ لو كورة هنعدي، لو كورة خلاف ان شاء الله هتبقى كورة، يعني لو كورة، لو ماتش زي ماتش المغرب كده او ماتش ساحل العاج واجواء زي ما بتكلم عليها اجواء 2017، نعدي الكاميرون ونوصل ماتش النهائي. لكن لو في اكسترا تايم ولا هنحسمها من اول شوطين؟ لا حتى لو وصلت، انا يعني امبارح انا بقول لو وصلنا ضربات ترجيح هنعدي، ما عندناش مشكله فيها، لكن انا بتكلم لو تدخلت عوامل خارجيه انت هتحسها من اول ربع ساعه في المباراه، ان دي مباراه كره قدم وتنافس عادل، ولا مباراه موجهه للكاميرون عن طريق التحكيم بحيث ان هي تفوز بهذه البطوله. الكاميرون لو مرت من منتخب مصر تعرف على طول، حتى لو قابلتها، لو جبت منتخب البرازيل يقابلها تاخد البطولة، يبقى خلاص احنا نبقى عارفين ان هي موجهة للكاميرون. لكن لو كورة وتنافس واداء احنا عندنا القدرة ان احنا نفوز على الكاميرون ونوصل للماتش النهائي ان شاء الله. ان شاء الله تبقى كورة ويبقى في يعني عدالة في التحكيم، ما يبقاش في الكروت الصفراء اللي بالمجان زي ما احنا شفناها وائل جمعة كيروش. ايوه هنا الدور اللي احنا بنتكلم عليه للكابتن عصام عبد الفتاح والمهندس احمد مجاد والمهندس انا بوريدا والاعلام المصري، ازاي نضغط على لجنة التحكيم ونضغط على الكاميرون ان هي تلعب كورة في اطار اللعب النظيف، في اطار التنافس الشريف بيننا وما بينها، والاحسن يفوز بالمباراة. لكن ما بقاش قدامي حكم زي امبارح كروت على طول الخط وما بيحميش اللعيبة بتاعتي وبيتسبب في اصابات و و و وتيجي تقول لي ما انت لازم تفوز، ده انا بلعب ارض وجمهور. والاحسن يمكن انا كنت بتكلم على القصة دي، افضل قرار اتاخد قرار ان الجماهير المصرية تتواجد في المباريات. احساسك وانت داخل الماتش ان في جمهور بيبقى مختلف تماما، ان انت شايف جمهور المنافس بس. العدد بتاعنا امبارح كان قليل لكن عايزين العدد في ماتش الكاميرون يبقى اكتر، وتواجد الجمهور بتاعنا يبقى اكتر ايا كان، ايا كان الحجم يبقى اكتر. في الوقت الحالي يعني كلنا يعني لا نملك كجمهور الا الدعاء يا رب النصر لمصر، وان شاء الله يعني هنعدي، وان شاء الله يعني نحقق الفوز المطلوب. ان شاء الله نحتفل بالتمنى، يعني ان شاء الله يبقى في احتفال بالماتش النهائي ويتم تكريمهم وعلى هذا الاداء. حتى يعني المنتخب المصري بصراحه بالاداء ده وفي ماتش الكاميرون يؤدي اداء اقوى من كده ونعدي، وان شاء الله نفوز ان شاء الله. ان شاء الله التمنى لمصر، مش هتطلع برانا باذن الله بالوحوش الموجودين في الملاعب والاسود اللي شرفونا امبارح. الاستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي، بنشكرك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا فندم.